في هذه الحلقة من سياحة في الصين نواصل رحلتنا في بكين الملونة، نتجول في الأزقة المعروفة بخوتوم ونرى معا لونها المميز، كما نستمتع بالثلوج البيضاء في شتاء بكين ونزور منطقة الأعمال المركزية الزرقاء. كل ذلك وأكثر تجدونه في بكين المدينة الملونة. إذا ذكرت بكين أخو الأول شيء يخطر على بالك السور الصيني العظيم، المدينة المحرمة أو سي بي دي، لا هذا ولا ذاك، لكنها الأزقة المعروفة بخوتوم. في حلقة سابقة من سياحة في الصين قد استكشفنا اللون الأحمر والأصفر ورمادي ببكين، واليوم لنرى سويا اللون المميز بخوتوم. مرحبا بكم في سلسلة البلدية الأربعة من سياحة في الصين، معكم أو سعلان، لنواصل رحلتنا في بكين الملونة. في بكين ألاف الأزقة الكبيرة والصغيرة، وهي بمثابة شرايين لمدينة بكين، فضلا عن كونها مساكن للعامة من الناس. أما عن كلمة خوتوم فيقال إنها منغولية الأصل، ترجع إلى أسرة يوان قبل أكثر من 700 سنة، ومعناها الأصل هو بئر، لأنه لا يمكن للإنسان أن يعيش بعيدا عن مصادر المياه. يقال إنه لا يمكن معرفة بكين القديمة إلا بعد دخول أزقتها. يعكس خوتوم الحياة الواقعية لأهالي بكين العاديين، كما هو متحف للعادات والتقاليد الشعبية المتعددة التي تتميز بها. إلا بعد التجول في الأزقة القديمة. تقع بمدينة بكين ألاف أزقة، اليوم لنتجول فيها بدراجة، لننطلق معا. من سهل اليوم أن تجد الأماكن المخصصة لتأشير الدراجات في جميع شوارع بكين، وباستعمال بطاقة المواصلات يمكنك استئجار الدراجة بيوان واحد لكل ساعة، ولن يزيد التكلفة عن 10 يوانات ليوم واحد. الأمر بسيط ورخيص، أليس كذلك؟ تعد الأزقة من عناصر الجذب المهمة في بكين، ويقبل عليها الكثير من زائرين الصينيين والسائحين الأجانب. إذا أردت أن تتجول في أزقة بكين بدراجة يمكنك أن تفعل مثلي، فأنا لا أسير في المسالك الممهدة، بل أركب دراجتي وأطوف في الأزقة الكبيرة والصغيرة لاستكشاف أكثرها تميزا. أوسع
الزقاق في بكين هو زقاق لينتين ويتجاوز عرضه 32 مترا. أما أضيق الزقاق في بكين فهو تشانشي ويبلغ عرضه 70 سنتيمترا فقط. لا سمحت يا أخي. شانتا هو أقدم زقاق في بكين ويرجع تاريخه إلى أكثر من 700 سنة. هنا أطول الزقاق في بكين، إنه دونجاو مينشيانغ ويمتد طوله إلى 3 كيلومترات، وهو من الأزقة المفضلة عند المصورين. تتميز بكين بتباين فصولها الأربعة، ففي الشتاء تكتسي المدينة باللون الأبيض الخالص، وكأننا نعيش في عالم من الحكايات الأسطورية والأجواء الرومانسية. الشتاء بكين جميل جدا، أليس كذلك؟ إن تجول في هذه المدينة متعة بصرية رائعة. وهل تعرف ما هو أنسب طعام في هذا الجو؟ تعال معي.
هو 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 يعني هوت بوت باللغة الإنجليزية، ويعتبر هو هو أمر ممتع بالنسبة لكل سنين في الشتاء البارد. وطريقة أكل هو هو سهلة جدا. عندما يغلي القدر نضع شرائح لحم الخروف في داخل الماء، وعندما يتحول لونها إلى هذا اللون لنضع هذه الشرائح في هذه التوابل الخاصة. شهية وطازجة جدا، تعال يا مصور لنأكل معه. تعالوا يا شباب تعالوا. أما الذين يعيشون في بكين فنادرا ما يرون الشتاء الأبيض في وسط المدينة، لكن ضواحي بكين لا تزال ترتدي ثوب الشتاء الأبيض. يقع منتجع تشندوشن للتزلج في منطقة تشانبينغ على بعد 40 كيلومترا من وسط بكين، وإذا أخذت تاكسي من وسط المدينة فستكلفك 150 يوان.第一次来滑雪需要办什么手续吗？你好，你要在我们这里办一张一卡通、一张卡，您可以去领雪服、雪具，还可以去我们的水吧消费，包括住宿。哦，那我办一张吧。好的。办张500块钱的行吗？行。给您。好，现金500来，这是您的卡，拿着这张卡往前边走，那边有我们的雪服。好的好的，谢谢。بالنسبة للذين يذهبون للتزلج أول مرة، يعد استئجار ملابس وأحذية تزلج في المنتجع خيارا جيدا بتكلفة 30 يوان فقط. وإذا أحببت شراء أدوات تزلج خاصة بك، فهناك محلات لبيع مختلف الأدوات بمختلف الأسعار لتلبية تطلعات الراغبين في التزلج. لننطلق معا. لكن إذا أردت أن تكون ماهرا في التزلج فعليك باتباع إرشادات المدرب. Thank you.
شان 1200 متر، وعرضه 30 مترا بمعدل انهدار يصل الى 30%، ليكون بذلك اكثر المهدرات صعوبة في بكين. لكن الكثير من عشاق التزلج يعلنون التحدي ويتخذونه هدفا يجب الوصول اليه. منهدرا جدا، اني اخاف من تزلجي عليه من هنا، ولكن من الممتع ان تقف على قمة الجبل وتشاهد المناظر الجميلة هنا. هل تعرف ما هو في ذهني الان؟ القهوة ساخنة. هل من الممكن ان تتصور هناك يوجد اعلى مقهى في بكين؟ تعال معي. ولعشاق الحياة العصرية الحديثة أقترح عليهم أن يذهبوا إلى منطقة الأعمال المركزية الزرقاء المعروفة بـ CBD. فندق تجارات الأعلامية الذي اخترتها هذه المرة يقع في البرج الثالث لمركز تجارات العالمي الصيني. يبلغ ارتفاعه 330 مترا وهو أعلى مبنى في بكين، ويقع في منطقة CBD التي تتجمع فيها مقر العديد من شركات فورتشن 500 العالمية. كما يقع فيها أيضا مقر تلفزيون الصيني المركزي CCTV والعديد من شركات الإعلام الأخرى ومراكز تسوق راقية. يمكن القول إنها منهاتن بكين. 你好，欧小姐，欢迎您光临国贸大酒店。我来帮您办理入住，需要用一下您的证件和信用卡，谢谢。欧小姐，这边是您的入住信息，这是您的房卡，我的同事会送您去房间，祝您入住愉快。欧小姐，这是您预定的超豪华套房，祝您入住愉快，谢谢。 يمكنك أن تجد كل الأشياء التي تحتاج إليها هنا، ولكن هل تعرف لماذا أن أختار هذا الفندق؟ ها هو السبب الوحيد. عندما تقف على أعلى مبنى في بكين يطل على منطقة CBD المزدهرة، ستشعر وكأنك تسيطر على المدينة بأكملها. Thank you.
في طابق 78 من فندق تجارة العالمي يوجد مركز جيم وحوض السباحة، وهما مفتوحان للنزلاء مجانا. أن أسبح في طابق 78 وأرى العالم صغيرا جدا وأشعر بشيء لا يمكنني وصفه بالكلام. في الطابق 79 من فندق تجارة العالمي يوجد أعلى مطعم غربي في بكين. بعد يوم من الاسترخاء يمكنك تناول وجبة شهية هنا لينتهي يومك بطريقة مثالية. وكما هي الحال في المطاعم الغربية التقليدية، فإن المكان هنا يتسم بالهدوء والأناقة والدفء. إن مكونات الأطعمة تراعي معايير الجودة العالمية، وقبل أن أنسى، يعد هذا المطعم جنة لمحبي تناول اللحوم. 你好，女士，晚上好。这道菜是我们的国贸七九的招牌菜，David Blackmore，从澳大利亚进口的纯种的阪神和牛牛肉。这道菜到目前为止，全北京只有我们这一家餐厅提供这样的食材，请慢用，谢谢。 لحم الخاصرة الذي حجزته يقدم منه الموردون إلى الفندق 66 قطعة طرية كل شهر. هذا النوع من لحم البقر يشبه نتف الثلوج وموزع بين اللحوم الخالية من الدهون. يقوم الطباخ الفندق بطبخه بطريقة فريدة، بعدها تصبح شرائح اللحم المشوية طرية وغنية بالعصارة. توفر المباني العالية ببكين إطلالة ليلية رائعة تساعدك على اكتشاف إيقاع هذه المدينة الفريدة والتمتع برؤية أضوائها المتلألئة وألوانها المتداخلة البديع في جو حالم يأخذك إلى عالم الخيال. كما يمكنك زيارة سولانا بمنطقة تشاويانغ للاستمتاع بعروض الضوء المدهشة والتقاط أجمل الصور. بكين مدينة خيالية بكل معنى الكلمة، وهي تجمع بين الحداثة والأصالة. حيث الزحمة العتيقة والهادئة وحي الأعمال المركزي الزاحف. بعد متابعتكم على مدار حلقتين عن بكين، أعتقد أنك ستشاركني الشعور بأنها مدينة مفعمة بالألوان. شكرا على حسن متابعتكم لسلسلة البلديات الأربعة من سياحة الصين. معكم أوزالاس، أراكم في شنغهاي. Thank you.